أنا كتبت اللحظات الأخيرة في حياة نجيب الخطاب عن طريق ولد أخته سي عبد السمرد الوذان. أي. ونجيب الخطاب تعرض لثلاثة جلطات في يوم واحد وكان يدخن برشا، واستدعوني زوجته الفاضلة استدعوني حضرت ذكرى وفاته، وتفاجأت لقيت ثلاثة من الناس من أعز أصدقائه قد ما خرج نجوم مريتش حتى نجم حضر ذكرى وفاته، عبد الكريم أصحابه طارق حرار والعبد لله وعبد الصمد الوذان. أي أما وأكثر ما ألم ما يألم في الحكاية وحكاها لي سي عبد الصمد أنه أمه ما يطلعت إشاعة وقتها أنه نجيب الخطاب حي وما كانش فما تلافس كما يحكي سي بلال، وقالوا في الجزيرة وأمه خرجت ماشية باش تتفرج على ولدها في الجزيرة. لكن والله موجود في النص هذا مؤلم جدا.